صديقاتي أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد اللقاء من جديد. نشكركم على تواصلكم، على تعليقاتكم، نشكركم على التفاعل مع الجديد السياسي وغير السياسي. اليوم العنوان الأكبر لهذا المداخلة اليوم هو لا منطقة عازلة بعد اليوم. كما نعرف جميعا، القوات المسلحة الملكية تعزز تواجدها ليس في منطقة القرقرات وإنما في المناطق المحسوبة على المنطقة العازلة. قامت القوات المسلحة الملكية مؤخرا في خطوة جديدة لتأمين المعبر الحدودي ومرور الشاحنات والمواطنين بإحداث نقطة مراقبة أمنية جديدة في المنطقة المعروفة بقندهار إفريقيا. هذه المنطقة المتواجدة بين معبر القرقرات والبوابة 55 في الحدود الموريتانية، وتأتي هذه الخطوة لضبط الأمن في المنطقة لتفادي أي انفلات أو محاولة تسلل لاعتراض الطريق من طرف قطاع الطرق وإرهابي البوليساريو. وإحداث هذه النقطة العسكرية يأتي تأكيد إضافي من الرباط أن هذه الكيلومترات خرجت عن منطقة ما يسمى بالمناطق العازلة التي الموجودة بين الحدود المغربية والحدود الموريتانية. إذن تأكيد هذه النقطة العسكرية هو تأكيد إحداث هذه النقطة العسكرية الجديدة هو تأكيد إضافي من الرباط أن هذه الكيلومترات خرجت رسميا من المنطقة العازلة التي بين الحدود المغربية والحدود الموريتانية. وقد اضطر المغرب إلى إخراج هذه المنطقة من الأراضي العازلة حتى يتمكن من ضبط أمن المعبر وضمان وصول السلع والأفراد العابرين عبر القرقرات إلى باقي أعماق إفريقيا. كما أن الفرق الهندسية للقوات المسلحة المغربية قامت بعملية توسعة للجدار الدفاعي في عدد من المواقع، أبرزها منطقة المحبس التي تعد الأقرب إلى تندوف. وتدخلت القوات المسلحة الملكية السنة الماضية بشكل صارم من أجل تحرير وتأمين المعبر الحدودي القرقرات بشكل كلي من 60 شخص موالي لجبهة البوليساريو، أقدموا على إغلاقه أمام الحركة التجارية ومنعوا مرور المدنيين لمدة تتجاوز 20 يوما. إذن كما هو معلوم، قامت القوات المسلحة الملكية في خطوة جديدة لتأمين المعبر الحدودي ومرور الشاحنات والمواطنين بإحداث نقطة مراقبة أمنية جديدة في المنطقة المعروفة بقندهار إفريقيا. هذه النقطة المتواجدة بين معبر القرقرات والبوابة 55 على الحدود الموريتانية. إذن لا منطقة عازلة بعد اليوم، فالقوات المسلحة الملكية تعزز تواجدها ليس في منطقة القرقرات ولكن في المناطق المحيطة بها حتى الحدود المتاخمة لتندوف. وتأتي هذه الخطوة لضبط الأمن في المنطقة لتفادي أي انفلات أو محاولة تسلل لاعتراض الطريق. وإحداث النقطة العسكرية يأتي تأكيد إضافي من الرباط أن هذه الكيلومترات خرجت رسميا من المنطقة العازلة التي بين الحدود المغربية والحدود الموريتانية. وقد اضطر المغرب إلى إخراج هذه المنطقة من الأراضي العازلة حتى يتمكن من ضبط أمن المعبر وضمان وصول السلع والأفراد العابرين عبر القرقرات إلى أعماق إفريقيا. كما أن الفرق الهندسية للقوات المسلحة الملكية قامت بعملية توسعة للجدار الدفاعي في عدد من المواقع، أبرزها منطقة المحبس التي تعد الأقرب إلى تندوف. وتدخلت القوات المسلحة الملكية السنة الماضية بشكل صارم من أجل تحرير وتأمين المعبر الحدودي القرقرات بشكل كلي من 60 شخص مرتزق موالي لجبهة البوليساريو، أقدموا على إغلاقه أمام الحركة التجارية ومنعوا مرور المدنيين لمدة تجاوزت 20 يوماً.